مصطفى محمد ردا على تصريح عز الدين أناحي عن منتخب مصر، قال له احنا حققنا 7 بطولات افريقيا، ادعوك انك تعمل زينا وتحقق بطولة. وفعلا يا جماعة لو جيت بصيت لها، منتخب المغرب من 76، من سنة 76 البطولة الوحيدة اللي اخدها كأس أمم أفريقيا، وبعد كده يعني أنت بتتكلم دلوقتي في 50 سنة تقريبا ومنتخب المغرب مش عارف يعمل أي حاجة في كأس أمم أفريقيا. فأنا معرفش هو جاب الجرأة دي إزاي عز الدين أناحي إنه يتكلم عن منتخب مصر بالطريقة دي. للتذكير عز الدين أناحي كان بيقول في التصريح بتاعه اللي مصطفى محمد رد عليه، بيقول إن منتخب مصر بيسجل هدف واحد وبعد كده اللعيبة بتاعته بتقع يمين وشمال ويضيعوا في الوقت لحد ما المباراة تنتهي بس. فهو عز الدين أناحي انا ما اعرفش هو تقريبا ما شافش بطولة 2006 و2008 و2010 لانه بالفعل كان صغير يا جماعة، كان عنده 6 سنين، يعني هو مواليد 2000، فهو في 2006 تقريبا منتخب البطولة بتاعت مصر اللي اخدتها كان عنده 6 سنين، ولما كبر شوية في 2010 اخر بطولة مصر اخدتها كان عنده كام؟ 6 سنين، عنده 10 سنين. فيعني ما اعرفش عز الدين أناحي بصراحة تصريح مستفز، وفعلا زي ما مصطفى محمد قال يعني اعمل حاجة، اعمل حاجة وخد بطولة وبعد كده اتكلم. اخر بطولة اخدتها المغرب، مع احترامي طبعا لمنتخب المغرب منتخب كبير ومع احترامي للشعب المغربي كله، ولكن اخر بطولة اخدتها المغرب زي ما بقول لكم كانت سنة 76، يعني داخلين في 50 سنة. بصراحة عجبني قوي رد مصطفى محمد، وحاول تاخد بطولة بس.